الفقرة اللي فاتت زي ما شفتوا كنا بنتكلم على تطوير التكنولوجي في التعليم الفني وازاي اقدر استفيد منه. والحقيقة زي ما قلت لكم كده في الاول، احنا يعني ما عندناش، ما فيش فرق قوي، او خلينا نربط الكلام ببعضه. انا النهاردة معايا نماذج عاملين اختراعات مفيدة جدا بتكاليف قليلة جدا، ممكن لمن يهمه الامر ان هو يعني ينظر اليها بعين الاعتبار، ونطور الموضوع لحد ما يبقى حاجة مفيدة للمجتمع المصري، وحاجة مفيدة برضو على مستوى اسم مصر، ان هيكون عندنا مخترعين مصريين. خلينا نبدأ الموضوع على طول ونرحب بضيوفنا. طبعا برحب بالدكتورة سارة الفرماوي المشرفة على الاختراعات. اهلا بيك يا دكتورة سارة. اهلا بيك. وبرحب بضيوفي الاعزاء. طبعا ماهر، اهلا بيك يا ماهر. الحمد لله. برحب بفريدة وكريم، اهلا وسهلا. اهو طيب ماهر، احنا نبتدي بقى على طول كده، بس الدكتوره طبعا تشرح لنا الاول ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل يا دكتوره ساره، وادينا بس يعني فكره عن الاطفال. احنا في الاول حاولنا ان احنا نشوف نماذج من عندنا من الاطفال. احنا عندنا كذا برنامج في المدرسه، منهم اكتيفيتي كتيره زي الثلاثه موجودين في مدرسه واحده. في مدرسه واحده، وهم مع في الانجينيرينج كلوب وبروجرامينج كلوب. فاحنا في الاول خالص احنا كنا عايزين الولاد يخترعوا اجهزه، عايزين الولاد يتعلموا لغه البرمجه، ومن خلال ده عايزين نوصلهم ان هم يمتلكوا مهارات تساعدهم في المستقبل في حياتهم العمليه بعد كده. فاللي احنا عملناه ان احنا ادينا لهم الفرصه دي. طبعا دكتور حسام الحسيني هو حريص جدا ان الولاد دي ينموا ابتكاراتهم وشغلهم خلال الاكتيفيتيز اللي هي النشاطات. طيب فحاجه اساسيه عندنا في المدرسه ان احنا بنعلم الولاد عن طريق التعلم القائم على المشاريع اللي هو بروجكت بيست ليرنينج، عملي اكتر. عملي اكتر. طيب. وده هيفيدهم اكتر. كويس. ماهر قولي بقى، انت عمرك كام سنه؟ انا عمري 10 سنين. 10 سنين. طيب ايه بقى الحاجه اللي انت جايبها لنا النهارده؟ الحاجه دي بنقيس الحراره والرطوبه اللي في الجو. بتقيس بيها الحراره والرطوبه اللي في الجو. طب اشرحها لي كده. ان دي كانت فكره في الاول، وبعديها اول حاجه احنا ركبنا الوصلات من السنسور للبريد بورد والاردوينو. طب انت عملت بقى الاختراع ده لوحدك ولا في حد كان من زمايلك معاك؟ جروب بتاعي ساعدني طبعا. طب اشمعنى المشروع ده بالذات اللي انت عايز تعمله؟ عشان كان بيبقى فيه شويه مشكلات بره، يعني لما يبقى عايزين مقياس للحراره. فانت اتشجعت بقى. أيوة. علشان نقيس الحراره او الرطوبه او الكلام ده. تمام، كويس قوي. فاخترعته. برافو عليك يا ماهر. تمام. طيب فريدة عندك كم سنة؟ 12 سنة. قولي فريدة بقى انت عاملة لنا ايه؟ هو ultrasonic anti-theft alarm sensor. وهو كاشف الحركة. كاشف الحركة؟ يعني ايه كاشف الحركة؟ يعني لو في اي حد عدى من قدام الجهاز ده بيعمل صوت الارم. تمام. ليه فكرتي تعملي الحكاية دي لو الاختراع ده؟ هي حاجة مهمة جدا في مجتمعنا، وحاجة هي مش ما يعني احنا محتاجينها مثلا في البيت، في المكتب، في المستشفى، فكرنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. تمام. انت برضو معاكي مجموعه من زمايلك، عملتوا اخدتوا وقت قد ايه بقى؟ هو يعني بناخد وقت في ان احنا مثلا بنطلع الايديا نفسها، هنعملها ازاي بتاع. لا كله على بعضه، يعني كل الاختراع على بعضه اخد منك وقت قد ايه انت واصحابك؟ يعني من اول ما بدانا الاكتيفيتي يعني تقريبا شهر. شهر. وانت يا ماهر خدت وقت قد ايه في الاختراع؟ ما انا معاهم برضو شهر. شهر برضو. طيب كريم عمرك كام سنه؟ 13 سنه. 13 سنه. طيب كريم انت عامل لنا ايه بقى؟ عربيه او بنسميها بلوتوث اوتوماتيك كار، او عربيه بتشتغل بالمحمول عن طريق البلوتوث. الفكره دي عملتها علشان احنا كل سنه بنعمل عربيات بريموت، بناخد بطاريات من بناخد بنستهلك بطاريات كتير. وهي كمان الريموت ممكن يتكسر، فاحنا عملنا عربيه بتعمل كونكت للموبايل احسن علشان يعني نستفيد. انت بتمشي العربيه دي بالموبايل؟ بالموبايل. تمشيها كده وريها لي. حاضر حضرتك. احنا اولا
هنركب البطارية هنا. تمام تمام. هنا البتاع بيقول عايزين دلوقتي اقدر اعمل كونكشن بالبلوتوث على الاب. كويس وريني بقى كده. هنفتح الموبايل هندوس على اب، والاب ده ممكن نلاقيه على البلاي ستور، احنا مش عاملينه على اي بلاي ستور. هتلاقيه على اي. تمام. هندوس على زرار هنعمل كونكت. هو بيعمل كونكتنج اهو. بيعمل كونكتنج ما بين اهو عمل خلاص كونكتد. اوكي. ده معناه ان الجهاز بقى جاهز. احنا دلوقتي لو حركنا هايل. احنا مش معنى بقى اخترنا بالذات الموبايل، احنا اخترنا الموبايل كمان غير اللي احنا ندوس على الزراير. في زرار بندوس عليه هنا، لو دوسنا عليه بيلقط الحركه. بدا اهو. كويس. فاحنا بدل ما احنا نقعد ندوس على زراير ممكن نستخدم ده، عشان احنا بجد نسوق العربيه يعني. غير اللي احنا ندوس على زراير بتاعت الريموت بتاعت الالعاب العاديه، وهي هتبوظ وكمان تستهلك بطاريات كتير. تمام. طيب فريده قولي لي دلوقتي، انت لو قلنا مثلا نستخدم الجهاز بتاعكم ده او الجهاز اللي انتوا عملتوه اخترعتوه انت وزمايلك في نقول ايه، في مستشفى مثلا، ايه يعني فايدته هتبقى ايه، او هنستخدمه في ايه في ازاي بقى؟ انا مثلا احنا بنعرف لو في حد مثلا عدى من قدام الجهاز، مثلا حد دخل. ماهر ممكن تجيب لها معلش الجهاز بتاعها؟ خليكي. تمام شكرا يا ماهر، اتفضل. وانت قاعده حبيبتي اتفضلي. طيب احنا اول حاجه بندخل الباتري. تمام تمام. انت محتاجه للبطاريه؟ تمام. خلاص هو حس بالحركه هنا. كويس قوي. تمام. بس احنا بنخطط ان احنا نخليه بعد كده يبعت تكست مسج على الموبايل اول ما اي حد يعدي من قدامه. تمام كويس قوي. تمام يعني مفيد في المنظومه الامنيه يعني. أيه. كويس قوي. طيب ماهر ممكن بقى تورينا؟ طبعا. هنا. خدها معلش. خلينا هتقعد كده عادي. هنا احنا هنركب الباتري دلوقتي. هنا باين على الشاشه ان التمبريتشر الحراره يعني 18. تمام. والرطوبه 42. كويس. احنا بنحاول بقى نطوره ونخليه احسن ان هو يقيس التلوث اللي في الجو كمان. حلو قوي ده. تمام. طيب اتفضل يا ماهر. شكرا. دكتوره ساره، احنا المفروض بقى يعني انتم محتاجين ايه عشان تطوروا الاختراعات هنا بتاعت الولاد؟ هي فعلا المدرسه موفره للولاد الجو المناسب والادوات اللي محتاجينها. الولاد قالوا الفكره اللي هم عايزينها، عرضناها على اداره المدرسه، رحبت جدا وقالت ان احنا نوفر لهم كل الامكانيات اللي عايزينها. وفي اخر العام الدراسي بيبقى عندنا ليهم والطلبه كلهم يوم كامل بيعرضوا كل المشاريع اللي فيه، وبتيجي نخبه من اساتذه الجامعه ومن خبراء من وزاره التربيه والتعليم، وبتقيم الاولاد دي من ناحيه الابتكار والابداع وعرضهم للمشروع. وفعلا السنه اللي فاتت جالنا سبونسرز مهتمين بمشروع من مشاريع الولاد. تمام. فهنقدر بقى ان احنا نشغل الاختراعات دي في حاجات مفيده اكتر للمجتمع. تمام. طب انا عايزه اسالكم بقى انتوا ايه، ماهر انت عايز تبقى ايه لما يعني بتفكر تعمل ايه لما تكبر؟ لما اكبر بفكر ان انا ممكن ابقى لما يبقى في فيروس في الكمبيوتر انا اشيله او اصلحه كده يعني. ابقى انجينيرنج. تمام. طيب فريده. انا يعني اي حاجه تكون ليها علاقه بالتكنولوجي او يعني ساينتست مثلا او حاجات ليها علاقه. عايزه تطوري الاختراعات بتاعتك. تمام. كريم. انا عن نفسي برضو احب اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي زي كود، فيديو اديتنج، يعني حاجات اي عليها علاقه بالتكنولوجي. انت مش مزاجك عربيات بس يعني؟ ولا انت بتحب العربيات مين ليه؟ لا ايوه انا قلت اعمل الفكره دي علشان موضوع بجد الريموت والبطاريات، وكمان الريموت بيتكسر بسهوله. تمام. الموبايل نقدر نستخدمه كتير يعني. تمام. انا بالظبط انا افتكرته لما بيتكلم على العربيه، فافتكرت ايه انه يعني ان هو دماغه في العربيات اكتر.
تمام. طيب حضرتك بتقولي ان بيبقى فيه في الاخر ملتقى او في ناس بتشوفه وبتتابع، بتشوف بس ولا بتشوفه وبتتابع؟ لا بتشوفه بتتابع طبعا. احنا على مدار السنه بنتابع الاولاد، ولو في اي ابديت زي شاكرين ان انتوا يعني عرضتوا بدايه المشروع بتاعهم، ودي بس مجرد البدايه، هم لسه هيطوروه، وهم وعدوني ان هم عندهم افكار كتيره هينفذوها على كل مشروع منهم. ومن اتجاهنا ان احنا بنأيدهم ونساعدهم في كل حاجه هم محتاجينهم فيها، ومش هم بس، هم وزمايلهم في البروجرامينج كلاب. لان احب اشكرهم، هم كان نفسهم يكونوا معانا النهارده. احب اشكرهم جدا، وان شاء الله هتشوفوا منهم حاجات هتبهركم جدا في المستقبل ان شاء الله. طيب حضرتك برضو اشرتي للدكتور حسام الحسيني، هو معانا على التليفون. دكتور حسام الحسيني نائب رئيس المدرسه. الو يا دكتور. الو صباح الخير. صباح الفل يا دكتور، وتحياتنا ليك وللمجهود اللي انتوا قايمين بيه بصراحه. والله تحياتي لحضرتك وللشباب بتاعنا المخترعين الجمال اللي قاعدين قدامنا دلوقتي. والاستاذه الرائعه مساره، يعني حقيقي عامله مجهود قوي معاهم. انا عايز اصبح عليكي واصبح عليهم وماهر وفريده وكريم، وطبعا الليدر بتاعهم النهارده بقى مساره. وعايز اقول لحضرتك ان دي عينه سامبل من مجموعه الطلاب اللي في المدرسه. اللي ما قدروش طبعا يجوا النهارده، عايزين نكبر الاستوديو عشان نجيب كل الطلبه كلهم مره واحده. تنورونا يا رب، تنورونا اي وقت. يعني انتوا بجد يعني نماذج تدعو للفخر يا دكتور حسام. الله يخليك يا فندم، متشكر جدا. شكرا ليك، وشكرا طبعا لاهتمامك دكتور حسام الحسيني. شكرا ليك جدا، ونفسي يعني الجهات تستفيد اكتر من ده. يعني نفسي يبقى في معارض اكتر، نفسي يبقى الولاد دي مثلا هل متاح لهم الفرصه ان هم يسافروا يتبادلوا ثقافات مع دول تانية؟ يعني الموضوع يكبر ازاي يعني دكتوره ساره؟ هو احنا فعلا محتاجين دعم من وزاره التربيه والتعليم، ان احنا نحاول ندخل بالاولاد دي مسابقات عالميه. تمام. ان فعلا بيكون في مسابقات عالميه واحنا نقدر ان احنا ندخل الولاد فيها. وان شاء الله زي ما وضحت لحضرتك الولاد هيخترعوا حاجات كتيره. ومش هم بس، في فعلا مجموعه كبيره من طلبه عندنا في المدرسه عندهم حاجات جاهزه ونفسهم ياخدوا الفرصه زيهم زي زمايلهم. تمام. بس ده ما بيعطلكوش طبعا ان انتوا بتقعدوا انتوا يعني ما بيعطلكوا عن المذاكره ولا مشاكلكوا ايه في المذاكره؟ خالص يعني لا خالص، يعني ملهاش اي علاقه بالمذاكره. ملهاش علاقه. دي الميزه اللي هي بنستمتع في المدرسه، اللي احنا بنعمل حاجات جديده ونجرب حاجه جديده بدل ما احنا يعني نفضل في القديم. فحكايه اللي احنا عملنا اختراعات زي دي وممكن كمان تفيدنا في المستقبل، دي حاجه حلوه. بس ما بتزهقوش من المذاكره والحاجات دي؟ طبعا جنب الاختراعات بتبقى اكيد يعني لا لا ممتعه. ممتعه اكتر. ممتعه. بس انتوا ماشيين في الدراسه كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب قولي لي فريده، انت بتحبي تعملي ايه تاني بقى جنب الاختراعات؟ بعيدا عن التكنولوجي وكده، الحاجات اللي هي بتبقى ليها علاقه مثلا بالسبيس والساينس كده. ده مش بعيد. حاجة تانية يعني، بتعملي حاجات تانية مثلا؟ يعني بتملي وقتك ازاي يعني؟ بالنسبة للحاجات اللي هي ليها علاقة بالساينس، دايما بدخل بشوف الليتست نيوز مثلا عن الحاجات اللي هم اكتشفوها. تلعبي رياضة؟ في البيت ولا بره؟ بره. بره في السويمنج. تمام كويس. وانت يا كريم بتلعب رياضة؟ انا كنت بلعب لكن مبطل عشان كنت عايز بس ادرس شويه حاجات يعني. اعمل بيها مفيش وقت. تمام. ماهر بتلعب رياضه ولا لا؟ كنت بلعب جودو بس وقفتها عشان الدراسه جت وتقيله كمان. ما عندهمش يعني وقت يبقى فيه رياضه او كده يعني، او اكتيفيتيز ثانيه. هو عامه الدراسه اللي احنا بنستخدمها مع الولاد ان هي عن طريق الاكتيفيتيز، يعني هي منها ان هم بيحركوا فيها جسمهم وعقلهم وجدانهم كلهم هم بيدرسوا. فهم بيحسوا ان هم اشبعوا الحواس بتاعتهم مع الدراسه. تمام. بس الحياه بره المدرسه دي بتبقى راجعه ليهم بقى ان هم يظبطوا وقتهم بره. يظبطوا وقتهم. لا انا شايفه ان هم ما عندهمش وقت، يعني شايفه ان هم الوقت متقسم ما بين النشاط بتاع الاختراعات وما بين الدراسه. ان شاء الله نحاول ندخل لهم وقت. لا لا دي على فكره ده كويس، يعني انا بحب قوي كلمه ما فيش وقت دي، يعني حاجه كويسه. طيب دكتوره ساره قولي لي كده، الدعم اللي انتوا عايزينه من وزاره التربيه والتعليم ممكن يتمثل في ايه بالظبط؟
وهل انتم محتاجين الدعم ده بس من يعني ان هو يكون عن طريق ان حضرتك بتقولي يمثلوا المسابقات بره، انتم محتاجين دعم شكله ايه تاني؟ يعني هل محتاجين دعم في امكانيات؟ هل وزاره التربيه والتعليم بس؟ هل انتم محتاجين حاجه اكسترا يعني في حاجه زياده علشان الموضوع ما يبقاش ايه اصلا كان عندنا في المدرسه مخترعين وبعدين ما نعرفش عنهم حاجه؟ تمام. فالفكره دي بقى اللي هو ايه، اصل محدش هيهتم، اصل احنا مش محتاجين كذا، اصل بتاع. انا عايزه اعرف احنا الدعم ممكن يكون شكله ايه تاني من الوزاره ومن خارج الوزاره. تمام. يعني احنا دلوقتي عن طريقكم احنا قدمنا المشاريع. اوكي. طبعا زي ما قلت لحضرتك في المرحله الاوليه. فالامكانيات الموجوده في المدرسه هي امكانيات تعليميه بحته، ان احنا علمنا الولاد السيركت ازاي يركبوا الحاجات مع بعض. الدعم اللي احنا محتاجينه من الوزاره التشجيع لينا ان هي تلفت انتباه مثلا سبونسرز ممكن ياخدوا المشروع ده وفعلا يعملوا الولاد بيه مصنع في الاخر، يبقى يكون في حلم فعلا وبيشوفوه يتحقق. انا يعني بشكركم جدا ونورتوني ومبسوطه قوي بيكم يا شباب والله ان انتوا عاملين حاجه زي كده وان تفكيركم واصل لكده. دايما نحب ان احنا نظهر الـ 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 يعني النماذج الجميله اللي تشرفنا دايما وتشرف مصر، وان شاء الله يا رب موفقين دايما. شكرا لكريم، شكرا ليك، شكرا لفريده، وشكرا لماهر، وشكرا ليكي دكتوره ساره الفرماوي، اشكرك شكرا جزيلا. يعني احنا سعداء جدا ان احنا عندنا جيل جديد يعني عنده وعي وعنده احساس بالمسؤوليه بهذا الشكل، بينفي كل ما يقال على ان الجيل الجديد ما عندوش احساس بالمسؤوليه ولا متواصل. لا، انا شايفه ان في اهتمام وتواصل ما بين الاجيال وبعضها، شايفه ان في احساس كبير جدا بالمسؤوليه. أهم حاجة هذه النماذج تكتر وتعمم. استنونا بعد الفاصل، هتكون معنا دكتورة نهال سليمان.